مساء الخير. اليوم راح نحكي موضوعنا عن الريسبيراتوري فيلر. تعريف الريسبيراتوري فيلر It's a common admitting diagnosis in the hospital and intensive care unit. There are two underlying mechanisms of respiratory failure. Respiratory failure معناه هو العجز التنفسي. احنا ديش المحاضرة حكينا عن الفنتيليتر وشنو يعني فنتيليتر وشنو يعني المودز مالته. هسه احنا اهم شيء نفتهم يا مريض نحطه على الفنتيليتر. طبعا هو الريسبيراتوري فيلر العجز التنفسي موضوع كوش كبير، وهذا الموضوع يعني اسبابه متعدده، يعني هي عده امراض تؤدي الى انه هو ينتهي المريض بريسبيراتوري فيلر. نضطر انه نحط المريض على جهاز تنفس، اوكي، اللي هو الفنتيليتر. فتعريفه هو يعني ينقسم الى نوعين، فيلر تو اوكسجينيت اند فيلر تو فنتيليت. فيلر تو اوكسجينيت يعني عندنا مشكله بالاوكسجينيشن نفسه، يعني ذا بيشنت بي اي او 2 او الضغط الجزئي للاكسجين اقل من 60 ملم ميركوري من دا يتنفس الهواء العادي. يعني احنا قاعدين بغرفه نتنفس ناخذ اي بي جي، احنا نعرف شنو يعني بي اي او 2 والبارشال partial pressure of O2، من نسوي له ABG راح نشوف انه اقل من 60. هذا يساوي طبعا يكون الساتوريشن مالتنا اقل من 90، يعني طبيعي الانسان المفروض 92 فوق الساتوريشن مال الانسان، بس PaO2 يساوي لي ساتوريشن PaO2 اقل من 60 يساوي ساتوريشن اقل من 90. failure to ventilate معناها الفنتيليشن الموضوع الانفولد بي هو CO2، فمن يكون البريشر مال سي او 2 اكثر من 50 ملم ميركوري. اوكي، اتفقنا انه ريسبيراتوري فيلر هو موضوع اسبابه متعدده، او هو اكو امراض ومشاكل بالرئه او بالجسم تؤدي الى انه يصير عندنا ريسبيراتوري فيلر، اي عجز تنفسي، المريض ما يقدر يتنفس بصوره طبيعيه حال البشر، فراح يحتاج فنتيليتر يساعده انه يتنفس. احنا قلنا يتقسم نوعين، فيلر تو اوكسجينيت اند فيلر تو فنتيليت. بالنسبه للفيلر اوف تو اوكسجينيت، طبعا هو بيفد ميكانيكيات، هم خمس ميكانيكيات اللي راح تسوي لي سببها راح يكون انه المريض يفوت بالريسبيراتوري فيلر. اول ثلاثه راح يكونوا كومن، طبعا احنا لازم نفهم اكو مصطلح مهم اللي هو هايبوكسيميا، اللي هو نقص الاكسجين في الدم. اوكي، فهاي خمس ميكانيكيات تسوي لي هايبوكسيميا اللي هي فيلر تو اوكسجينيت معناها، وهي معناها راح تسوي لي ريسبيراتوري فيلر، فهيك يعني هي سلسله. اوكي، اول وحده فنتيليشن بريفيوجن مس ماتش. يعني فنتيليشن، فنتيليشن هو عمليه دخول الاكسجين الى الرئه ويسوي لي عمليه التهويه. بريفيوجن معناها اكو بلاد سبلاي لللانج، هو دا يسوي لي يعني دا ينطي دم يغذي الرئه حتى تشتغل حال باقي اجزاء الجسم. نوبات يصير بالمريض عنده فنتيليشن بريفيوجن مس ماتش، يعني عدم تطابق بيناتهم، هو المفروض يكون اكو ماتشينج حتى يتنفس المريض بطريقه صحيحه. منو اللي يسوي لي فنتيليشن بريفيوجن مس ماتش؟ اول وحده ديزيزز اوف ذا اير واي اند بولمونري فاسكوليتشر، يعني اكو مشاكل بالاير وايز، يعني بالبرونكاس وبال بلاد فيزلز مال لانج، مثل كرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز سي او بي دي. هم منو؟ يعني هذول اللي يدخنون يصير عندهم كرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز، الازمه اللي هم جماعة الربو، pulmonary embolism اللي هم يصير عندهم خثرة رئوية وأسبابها متعددة، بس احنا هي هاي سوي لي ventilation perfusion mismatch. may manifest as، شلون راح نعرفها هاي انه صار عندهم ventilation perfusion mismatch؟ انه hypoxemia through a pure VQ mismatch mechanism. هذول دائما يصلحون عن طريق انه احنا نزيد الـ FiO2 بالسيتنج مال ventilator نوصله 100%. اوكي، بس فتره معينه، مو اكثر من 24 ساعه وحسب المريض وحالته. نجي الفيلر فيلينج ديزيز اللي هي احنا ممكن الحويصلات الهوائيه هي المسؤوله عن التنفس، عن الاكسشينج مال البلاد والعفو الاكسشينج بين الاو 2 والسي او 2. فهاي جماعه منه اكيوت ريسبيرتوري ديستريس سيندروم اي ار دي اس، نيمونيا، التهاب ذات الرئه، يوجوالي كوز هايبوكسيميا ثرو بوث فنتيليشن برفيوجن مس ماتش اند انترا بولمونري شانتينج. ذس ويل نوت always completely correct to the application of FiO2. يعني ذيك احنا عندنا مشكله بس بالايرواي نفسها، فاني يعني اقدر يعني انطي للتشيو اكسجين يصلح، بس هاي الثانيه لا، عندي مشكله بالبلاد فيزلز اللي تسوي لي اياها، فاني قد ما انطي او2 ما راح يفيد، لانه الفيزل نفسه يعني الشريان والاوعيه الدمويه الموجوده بداخل الرئه هي بها مشكله، فمو دائما يصلح من ازيد FiO2 بالفنتيليتر. ثاني سبب هايبوفنتيليشن، يعني عندنا مشاكل تقلل عندي الفنتيليشن.
ثالث وحده diffusion defect really cause of acute respiratory failure. بعدين نفتهم هاي right to left intracardiac shunt، يعني اكو مرضى اللي عندهم مشكله بالهارت، يعني دول جماعه الفتحه بالرئه TOF، دول اللي عندهم التشوهات القلبيه سوي لي right to left shunt وسوي لي respiratory failure. خامس وحده low inspired partial pressure of oxygen، هذول اللي يعيشون بالمناطق العاليه يعني بالجبال. ماشي على القسم الثاني من اسباب الريسبيراتوري فيلر، فيلر تو فنتليت. قبل ما نشرح شنو يعني فيلر تو فنتليت، خلينا نتفق احنا الانسان يتنفس الاكسجين، الهواء باكسجين راح يدخل للرئه، يصير عمليه تبادل الغاز بين CO2 اللي هو الطرح مال الجسم عن طريق الرئه، عمليه تبادل تصير بالحويطلات الهوائيه، بيصير اكسشينج بيناتهم، ياخذ الاكسجين ينطي CO2. هاي يعني سببهم ثابته بالجسم. بس اذا صارت عندي مشكله انه يصعد CO2 نتيجه اسباب هسه راح نذكرها، CO2 من يصعد، يعني مثلا هسه مريض احنا شلون بدنا نتنفس، انا هسه قاعده ما عندي يعني انه نفس ماتي، مثلا احنا قلنا طبيعي بين 12 ل 14 مره بالدقيقه، انا مثلا هسه نفرض نفس ماتي 9، اوكي انا هاي بهاي التسعة ما راح يصير، راح يصعد CO2 والاكسجين راح يقل. اذا صعد CO2 ايش راح يصير؟ راح ينطي قبل اعاز للدماغ للمركز التنفسي بالدماغ المسؤول عن التنفس، راح يقول له يا بترى CO2 صعد، فانت لازم انه تاخذ نفس اعلى او اكثر عدد المرات حتى شنو، حتى نسوي واش اوت او نغسل الجسم من CO2. اوكي فهو راح يزيد عدد النفسات يوصل ل 12، راح يوازن الموضوع بالانسان الطبيعي والسليم حالي حالكم، عافانا الله وعافاكم الامراض. زين اذا اني السي او 2 ماتي مثلا فد مرض معين صار سي او 2 هوايه، شنو معنى سي او 2 هوايه؟ يسموه هايبر كابنيا، هي اكو مشكله عندنا بالفنتيليشن اللي هسه شرحناه. Causes can be broken into down into two broad categories: will not breathe and cannot breathe. هسه افتهمنا احنا وين السنتر المسؤول عن التنفس بالدماغ. هسه عندي will not breathe and cannot breathe، شنو يعني will not breathe؟ بما معناها الحرفي نهائيا ما راح يتنفس. يعني شنو اسبابه؟ اسبابه بالدماغ، central nervous system depression، central nervous system مركز الدماغ ما يشتغل. most commonly from drugs، يعني مثلا هذول اللي ياخذون الكحول، هذول اللي ياخذون opiates، جماعة مورفين، جماعة ياخذون drugs بنزوديازيبين، مثلا الفاليو ممكن يأثر يسوي لنا depression للcentral nervous system. هذول كلهم ما راح يتنفس المريض لانه اكفد دا ياخذ دواء معين يثبط النفس مالته. Obesity hyperventilation syndrome، هذول يسحوا لهم OHS، العفو هذول منو؟ هذول الاسمان يصير عندهم خربطه بالريسبيرتوري سنتر مالتهم، فشنو يقول يكون عدد النفسات مالتهم كلش قليل، فيصيروا لهم hyperventilated او hyperventilation. And rarely from brain tumor or stroke، قسم من الستروك يعني انه جلطه دماغيه، وبرين تيومر تعرفون انه اورام الدماغ ممكن تاثر على الجهاز التنفسي وتخليه يصير عندهم فيلر تو فنتليت. كانت بريث يعني المريض السنترال نيرفس سيستم ما تبى مشكله، اوكي يعني اني دماغي ما بي مشكله بس عندي مشاكل اذر ذان دي سنترال نيرفس سيستم، اللي هي شنو؟ بروسيس ذات ريدوس اور بريفنت up regulation of mid ventilation and or increased CO2 production while limiting the compensatory increase in tidal volume or spiratory rate. يعني هذا الحكي كله بمعنى اكو فد مشكله مشكله محيطيه مو مركزيه تتاثر بحيث مدى ينطيني مينت فنتيليشن اللي يحقق لي التنفس، وراح يزيد CO2 بالجسم، وبنفس الوقت ما راح يزيد لا تايدل فوليوم ولا يزيد ريسبيرت ريت، يعني ما يزيد عدد النفسات اللي احتاجها ولا يزيد لي التايدل فوليوم والتوسع والاكسبانشن المطلوب بالرئه. منو اسبابه؟ upper airway obstruction، يعني عندنا مشكله تضيق التضيقات الانسدادات بالupper airway واللور airway. upper airway مثل منو؟ مثل epiglottitis، هذول يصير عندهم التهاب بالحنجره الحاد، طبعا مو هذا الالتهاب العادي. لارنجوسبازم، هذول اللي يصير عندهم بالانتوبيشن اكيد ماخذين ماده التخدير. وobstructive sleep apnea اللي هسه حكيناها.
اوبستراكتيف سليب ابني هذول قلنا الاسمان اللي يصير عندهم من ينامون التانج، واحد من الميكانيزم مالتهم انه التانج يصير يسد المجرى التنفسي فراح يصير عندهم ابني اللي هي انعدام التنفس. لور مثل الاسما سي او بي دي مثل ما شرحنا قبل شويه، يعني ابو الاسما سي او بي دي عنده فيلر تو اوكسجينيت اند فيلر تو فنتيليت. لانج برانكايمال ابنورماليتيز يعني الانسجه نفسها البرانكايما بها مشكله، من هم انترستيشال فايبروسيس عندهم تليف بالرئه هذول لوحدهم بدون سبب، نيمونيا، كونجستيف هارت فيلر، اي ار دي اس. يعني احنا مشكلتنا مو بس مو بس بالفنتيليشن والاكسجينيشن، انما هي الانسجه مالتها نفسها بها مشكله. ثاني نقطه بالكانوت بريث ريسبيراتوري مسل ويكنس، يعني هذول اللي هسه راح نشرحهم بالمحاضره الثانيه عندهم مشكله بالعضلات التنفسيه مالتهم، جوليان بيري، هاي امايوتروفيك لاترال سكلروسيس، ميكزيديميا، بوتولينيزم، هذول من تنفس العضلات مالتهم ما تنفس ما تشتغل، يعني الدايفرام بمشكله، يعني الاكسسوري ماسلز بيها مشكله ما تقدر يسوي اكسبانشن اثناء ما تحتاج تاخذ نفس. ثالث وحدة chest wall pleural disorders obesity kyphoscoliosis large pleural effusion. الobesity السمين راح يصير عنده مشكلة بالchest wall. الكايفوسكوليوزز هذول اللي يصير عندهم انحناءات بالعمود الفقري، فهذول راح يصير شنو التشيست وول مالتهم مو طبيعي، في ما يصير اكسبانشن عدل فما يقدر ياخذ نفس طبيعي الانسان. ولارج بلورال افيوجن، بلورال افيوجن اللي هو اللي هو عباره عن انه سوائل او اكسجين او هواء يطلع خارج الرئه وما يتجمع خارج الرئتين وما يخليها تصير بها اكسبانشن، ما تنفتح تماما، ماكو حريه، شلون النفاخه من انه حاطها بمكان ضيق ما توسع. رابع وحده ديد سبيس فنتيليشن اللي هم بولمونري كابيلاري بيد ديستراكشن واوكلوجن، مثلا انفيزيما، بولمونري امبولزم، يعني الخثره الرئويه اللي توصل للاوعيه الدمويه الصغيره توقفها، ما يصير ما تطلع بعد اكسجين فتموت الانسجه اللي هناك، فيصير عندنا فيلر تو فنتيليت. أنا إجاني هذا المريض شلون أتعامل وياه؟ أول شيء لازم إحنا نعرف إنه إلى أي مدى هي طارئة الحالة. أكو في شيء اسمه بالطب أكو مصطلح اسمه acute، وأكو في شيء اسمه chronic. acute يعني هسه حالا حدث، يعني شيء حاد بمعنى. chronic يعني معناها شيء مزمن. أوكي؟ إذا respiratory failure كان acute لازم نسوي evaluation للpatient immediately، يعني رأسا لازم أشوف المريض وأقيم وضعه وحتى أحدد العلاج to determine therapy. If respiratory failure is chronic, there is less urgency to treat. إذا هو أصلاً المريض هو أصلاً عنده respiratory failure، وأكو ناس هواية عندهم respiratory failure وعايشين وياه ومتأقلمين، يعني دول جماعة COPD اللي هم COPD اللي هم يعني مثلاً smokers دائماً saturation مالتهم أقل من الطبيعي، يعني بالثمانينات وعادي عايش، واللي عنده تليف بالرئة دي نشوفهم بالبوست كوفيد، فهذولي عادة يكون يعني أنه مستشفيش ماتهم قليل بس هم كرونيك، فهم أنه عندك تايم أكثر حتى تقيم المريض أكثر من الأكيوت اللي يجيك يعني أكو مشكلة حقيقية. أول شيء إحنا قررنا المريض هو acute لو chronic حسب المعطيات اللي عندنا وحسب الهيستوري مال patient، يعني حسب التاريخ المرضي مالته، وأنت من تسأل المريض شنو تستجوب أهله عن حالته عن مشاكل اللي يعاني من عندها عن الدواء ما أعرف شنو. المهم قررنا إنه إحنا مثلا المريض خلاص هذا acute، مثلا إحنا راح نشرحه كله عن acute لأنه باعتبار حالة طارئة حتكون. Assess the need for intubation، يعني أنا أحتاج المريض أحط له endotracheal tube لو لا. هذه النقاط جدا 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 مهمة تحفظها وأنتم تحفظون اسمكم، أهم شيء بالمحاضرة هاي. If the patient has any of the following signs, be prepared to intubate. إذا المريض عنده واحدة من هذين الخمس نقاط لازم أني أحضر نفسي أنه أني راح أحط endotracheal tube للمريض، اللي هم منه significantly elevated respiratory rate، أنه respiratory rate مالته يكون أكثر من 30 مرة بالدقيقة، signs of fatigue and elaborated respiration، يعني التنفس مالته مو طبيعي، يعني إما أنه شكل النفس مالته chest مالته ده يصعد بصورة مو طبيعية، أو أنه عدد النفسات مو طبيعي، أو أنه شكله كلش تعبان. أنتوا شايفينهم ذول المرضى اللي يكونون dyspneic كلش تعبانين، يستخدموا الاكسسوري ماسلز اللي هم الاكسسوري ماسلز الانتركوستال ماسلز اللي بالصدر، والفتحه مال الخشم مالتهم حتكون هاي انه تتحرك
صورة يعني ما بش أوصفكم إياها، هي تتحرك بصورة كلش هواية، فتحات التنفسية، فتحات الخشم يعني، قلنا use of extra muscle to breathe. Strider معناها هذا الصوت اللي يطلع ويا النفس. She's just of impeding upper airway obstruction، يعني دائما كم مرضى تسمع ويا النفس مالتهم فالصوت كلش قوي. Depressed level of consciousness، يعني بدأ الوعي مالتهم يقل. Or unable to protect airway، يعني ما يقدر يقح، ما يقدر يطلع الوسخ اللي موجود بالرئة مالته. فهذول الخمسة لازم أنا يعني أحضر نفسي أنه احتمال أحتاج intubation. ثانياً, indication for intubation in general, if you think the patient might need to be intubated, you are probably right. دائماً الguessing ماتك أو التخمين ماتك هو دائماً يكون صحيح. It's better to intubate early than to fail or delay. يعني لازم دائماً أنه إحنا نخلي ببالنا بالعناية من يشوف هاي signs أو دائما أتبع حدسك إنه من يشوف المريض تعبان، يعني لازم تسوي له intubation. أحسن تسوي له early intubation حتى وإن كان ما مستحقه، أحسن ما أني أفشل بعدين بالintubation وأفقد المريض. المختصر المانجمنت مالتنا هي هنا بهاي الورقة. يعني أنا هسه شنو أسوي مريض داخلي للعناية؟ أول شيء أسأل عن the causes of respiratory failure. Patient history, ask about onset, additional symptoms, perceived events and comorbid conditions. يعني أجي يعني أخذ history من المريض، يا يعني شنو عندك، شو كنت بدأت أدتك أعراض، إذا يقدر يحكي أو أهله إذا هو ما يقدر يحكي أو كان فاقد وعي. عسري عسري طبعا هذا كل الأشياء تصير خلال دقائق. إيش عنده، إيش يأخذ أدوية، شنو عنده أمراض، شنو مسوي عمليات، ما أعرف شنو. بس عسري بما أني مثلا بهالأثناء أحط المريض على الـ يعني SPO2، أشيك الأوكسيميتر، أحط له الكاف مال بلاد بريشر، أزم السماعة مالتي وأشيك الشيست مالته، أكو إكسبانشن، ماكو، أكويز، أكو فتشي. هسا رح نجي نفتهم يعني أثناء ما أسأل أهل المريض أو المريض. أول شيء سوي له physical examination، obtain a full set of vital signs include oxygen saturation، يعني أشيك بلاد بريشر، pulse rate، oxygen saturation. Note the presence or absence of the following. طبعا أكو مواد، أكو يعني مسلسلات إحنا أكيد شايفيها بالمسلسلات الأجنبية، سكرابس وغريز أناتومي، ما أعرف شنو، شايفين المريض من يجي شلون يصيرون عليه، هجمون وشلون يرتبون وضعه. فبالضبط هيك بالعناية، تدخل المريض، تربطه على المونيتر وتفحصه وتسأل أهله، هاي كلها تصير خلال يعني أقل لعشر دقائق. زين، أثناء ما سوي إكزامين، أثناء ما أفحص الفيتال ساينز، يعني رأس حضن الأوكسيميتر، حطينا الجهاز الضغط، هسا شوف the presence or absence of the following. Alternation in mental state، يعني مريض واعي أو لا. gag reflex، نفتح حلقة، ندخل tongue depressor، نشوف عنده هذا الجاج اللي يصير من واحد مثلا يفرج ويصير عنده هاي الجاج ريفلكس. ثاني واحدة expiratory wheeze، حطينا السماعة مالتنا، شيكنا أكويز، أكو أصوات، البريثنج ساوندز موجوده لو لا، في شيء بالبركشن، هذا طبعا هاي شغل الطبيب المقيم يجيك اكو لو ماكو. ثيرد هارت ساين، اكو الهارت موجود الصوت مالته لو ما موجود، جي في بي مالته صاعد لو ما صاعد، موجوده اوديما، ابدومينال تندرنس، يعني احط ايدي على بطنه اشوف اكو فد مكان ديت اذا من عنده، اكو فد كتله بالبطن مالته، بطنه يعني كبيرة صايرة ستاندد أو لا، مثلا هذول جماعة الانتستان أوبستراكشن اللي يصير عندهم ازدياد معها، ممكن انه يصير عندهم هيك شيء. بريفرال اديما اسينوسيس، طبعا اسينوسيس راح يبين شفايفه زرقاء، اطرافه زرقاء، اوديما انه رجليه مورمة عشان يكون المريض. هسه نجي انا والله ما خلصت الهيستوري واكزامينيشن، اجي في شيء يسمونه دايجنوستيك ستاديز، يعني انه انا لازم اول ما يدخل المريض يجيبوني ابو تشيست اكس راي، يسوي لي تشيست اكس راي، يسوي لي اي سي جي، عم اشوف اذا عندي هارت بروبلم اور نوت، او مشكله بالهارت، يعني مثلا احتمال يكون هو ام اي، يعني مايوكارديال انفكشن، يعني جلطه قلبيه ممكن مسويت لي هذا الاشياء، او جلطه دماغيه. زين، اسحب الارتريال اي بي جي اللي شرحنا قبل نص السنه حتى نشوف البي اتش، PaO2، PaCO2، وبعدين انه حتى اعرف انه هو سببه PaO2 قليل لو PaCO2 عالي، فهذا ضروري جدا 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 بالادمشن. وبعدين نكمل الانفستيجيشنز البقيه، سي بي سي، الكومبليت بلاد كاونت، الكترولايت، صوديوم، بوتاسيوم كلورايد، بلاد يوريا نيتروجين اند كرياتين، حتى نشوف عنده رينال امبيرمنت او لا. دخلت المريض ورتبت وضعه يعني شفته يحتاج مثلا انه انفستيجيشنز وشيكت تشيست مالته، ما عندي اي انترفينشن، ما يحتاج مثلا اصيح ابو الصدريه يحتاج يسوي لي فد شيء،
سوينا stabilization of the patient, primary stabilization. حسنا نجي على treatment. أنا لازم أقرر. Treatment should be aimed at the underlying cause. The following are a few general principles. يعني أنا عادة جوا إيدي لازم أكو هاي الأشياء أفكر بيها. أول شيء من أشوف الساتوريشن مثلاً قليل أجي أنطي supplemental oxygen. إما simple face mask, إما tracheostomy, العفو endotracheal tube, وهكذا. Hypoxemic patient with acute dyspnea should be given supplemental oxygen. لازم الجول مالتي to normalize oxygen saturation أكثر من 90%. هذا راح يعادل لي PaO2 60 مليمتر مركوري بالABG. Diuretics. إحنا قلنا الأسباب ممكن تكون cardiac cause, يعني مشكلة قلبية, فلازم عندنا cardiogenic pulmonary edema. هذول عادة اللي يصير عندهم مي بري, أكيد هواي سمعين هذا المصطلح. Should respond rapidly to diuretics. يعطي مدررات. Other processes associated with excess lung water, ARDS, may also improve the diuretics. يعني ذولا اللي عندهم مي هواية بريئة مالتهم منهم, وذولا طبعا هم ذولا جماعة الكوفيد دي يصيرون هسه ARDS, هي Adult Respiratory Distress Syndrome. انه البدايه مرحله ما قبل التليف بالرئه يصير عندهم مي هوايه بالرئه فيعطوهم مدررات لازكس وجماعته. Beta agonist regardless of the cause wheezing may improve to the nebulized beta agonist therapy. احنا اكيد سامعين بالفنتولين نيبولايزر, اللي فنتولين دائما حتى الاطفال يعطوهم بالبيوت على انه على النيبولايزر. اوكي البيترول can be given continuously if indicated but may cause tachycardia. احنا كل بيتا اغونيست سوينا tachycardia. Epropropium bromide اللي هو anticholinergic agent may be used in conjunction with the albuterol for COPD but should not be given more frequently than every 4 hours. يعني هاي الأدوية تنطي حتى موسع القصبات وتوخر عندي لويز اللي هي هاي الأصوات اللي تصير ويا التنفس مالتهم مال مرضى COPD مال مرضى respiratory failure. نكمل المانجمنت مالتنا ورا ما نطينا دايرتكس, مثلا اذا كان عنده مشكله بالقلب وطينا مثلا برونكو دايليتر ذول جماعه التي او بي دي. اول شيء طبعا احنا مو راسا نحط على, احنا قلنا هي ستيب ستيبس حسب السيفيريتي اوف ذا كيس, حسب انه سوء الحاله بالمريض. مثلا اكو مرضى يحتاجون نون انفيزيف بوست بريشر فنتيليشن. احنا شايفين كنا شايفين السي باب هسه خصوصا صار بوبيلر ويل كوفيد, ف سي باب قبل كانوا يستخدموا جماعه السي او بي دي, جماعه الاوبستركتيف سليب ابنيا اللي هو عباره عن فيس ماسك يسحله فيس انترفيس اللي هو يربط, احنا شفناها بالمحاضرات القديمه, يربط من 4 جهات بالوجه بالراس كامل, يصير يعني تايت فيس ماسك. ف COPD هما exacerbation, هما احنا COPD قلنا هما يقدرون يعيشون عادي حياة طبيعية, بس يصير عندهم من يصير عندهم chest infection راح يصير عندهم exacerbation يفوتون respiratory failure. ف CO2 exacerbation and pulmonary edema may be treated with this modality to avoid complication associated with intubation or ventilation. يعني هاي الأشياء البسيطة اللي هو مثلا قلنا هو عنده مثلا التهاب قصبات مزمن صار ويا التهاب بكتيري فاحتاج بدأ يتعب التنفس ما تحتاج CPAP. اوكي جماعه انه pulmonary edema هم ذلك جماعه cardiac problems هم انه يحتاجون فد intervention بس يكون مو invasive, يعني less invasive, اقل 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 خطوره على المريض حتى اتجنب المشاكل التيوب ومشاكل الفنتيليشن. This will give the time for acute therapies such as steroid and beta agonist for COPD and diuretics for pulmonary edema to work. يعني هذا اني بين ما يشتغل الدواء مثلا الدايركتكس اللي انطيته, بين ما يشتغل ال الفنتولي نيبولايزر اللي انطيته, في يحتاج اكسجين سبلمنتال اكسجين اكثر من الفيس ماسك العادي احصل ان انفيزيف. فنتيليشن از ديليفرد ثرو فيس ماسك راذر ذان ثرو اندوتراكيال تيوب. نون انفيزيف بوست بريشر فنتيليشن از تريجرد باي اير فلو اند ديليفر ا كونستانت بريشر ثرو اوت ذا انسبيريشن. يعني هو الاير فلو هو راح يسوي لي الفنتيليشن, بس افتح الهواء الاكسجين هو راح يدفع للمريض ويساعده بتنفس مالته بس مو انفيزيف بدون تيوب. Advantages مالته patient with hypercapnic ventilatory failure, يعني قلنا acute exacerbation of COPD and hypoxemic respiratory failure from cardiogenic pulmonary edema may respond well to this mode of ventilation.
نون انفيزيف مي هيلب ديلي تو افويد اندوتراكيال انتوبيشن. احنا اخر مرحله نحط التيوب، يعني احنا ما نريد نعرض المريض للانتوبيشن والريسك مالته اللي هي مثلا وحده من عندهم ينسد التيوب لانه دايمتر مالته قليل، وحده من عندهم يصير عنده انفكشن شيست انفكشن انه جسم غريب داخل للتراكيا، فنتجنبهم قدر الامكان. Disadvantage mate, the face fit and amount of airflow pressure applied by the machine mask may be uncomfortable to the patient. Yeah, and discomfort to the patient. بمعنى it's difficult to deliver high O2. إذا احتاج أكسجين يعني concentration mate عالي يعني احتاج FiO2 أكثر من يعني أصلا مثلا يعني إذا احتاج 100% ما رح ينطيني هو لأنه invasive 100%. Non-invasive post pressure ventilation is difficult to administer if the patient is unable to control secretion and or uncooperative. يعني ما عنده كاف ريفلكس يعني ما يقدر يقح فما راح يفيدني اني لانه المريض راح يصير اسبريشن اللي هو عباره عن الماوث كونتنت او الجاستر كونتنت راح تروح للرئه وتسوي لي مشكله بعد اعظم من اصلا هو بيها فراح يصير اسبريشن اللي هو السوائل تجمع بالرئه الاسبريشن اللي هي مثلا الاشياء تراجع من المعده مثلا تقيأ راح راحت الماوث ما عنده كف انه يطلعها برا فراح تروح للرئه فسوي لي مشكله اللي هي كيميكال نيمونيا اللي هي عباره عن ذات الرئه اللي كل صعب انه تتعالج او يصدر لها حل. Non-invasive pulse pressure ventilation is not appropriate for patients who have altered consciousness. يعني consciousness مات. إحنا قلنا واحدة من أهم الأسباب اللي نحتاج بها intubation إنه يكون consciousness مات كامل. إذا كان وعيه مو تمام، ما نقدر إحنا نحطه على non-invasive pulse pressure ventilation. مو بس non-invasive pulse pressure ventilation، أكو في شيء اسمه heated high flow nasal cannula. هي تجيها مثل face mask بس هاي nasal cannula بها high flow مال O2. هاي مريض يستفاد من عندها. طبعًا إحنا هاي تفيدنا. كل واحد ويا مريض يحتاج شيء يحتاج patient with acute hypoxemic respiratory failure يعني مو الهايبركابنيك الهايبوكسيميك أول نوع اللي هو يكون PaO2 أقل من 60 بس PaCO2 طبيعي. Okay, may benefit from this modality. This has been shown the most convincingly in patients with severe hypoxemia. يعني يكون PaO2 نسبة للFiO2 أقل من 200 اللي هي هاي بعدين نشرحها بالARDS اللي هما اللي عندهم مشكلة بالPAF ratio يسموها هاي. زين آخر مرحلة أوصل لها mechanical ventilation. The need for mechanical ventilation should be carefully assessed in patients with severe dyspnea. Indication for mechanical ventilation منو؟ نفس الحكي اللي حكيناه قبل شويه بس الطريقه هسه غير شكل. refractory hypoxemia من يكون PaO2 أقل من 60 مع انه اني حاطه اكسجين عالي، هاي ميكانيكال فنتيليشن انديكيشن مالتي بالاي سي يو مو انه الانتوبيشن اللي يصير بالطوارئ اللي حكيناه قبل شويه. ريفراكتري هايبوكسيميا قلنا البي اي او 2 يكون اقل من 60 ديسبايت ماكسيمال اوكسجين ثيرابي. هايبركابنيا جنرالي مانيفست باي انكريز بي اي سي او 2 ديسبايت ثيرابي يعني على الرغم هاي على الرغم من انه محاولاتي مثلا بالنون انفيزيف او بالهيتد النيزل كانيولا هاي فلو نيزل كانيولا ما فادت فاجي احط تيوب. Inability to protect the airway قلنا قبل شوي شرحنا مال كاف impeding upper airway obstruction عندي مثلا عندي ورم بال عند المريض عنده ورم بال وين بال vocal cords يعني بالجهاز التنفسي العلوي يعني مثلا باللارينج ثايرويد كبيرة تسوي لي airway obstruction تضغط على تراكي مدى يعطي نفس طبيعي المريض فأني أحسن شيء أحط تيوب حتى أنه أجبر يدخل الهواء مباشرة للرئة. Excessive work of breathing. This is significantly impeding respiratory failure and may happen before abnormalities appear on the ABG. يعني هذا إنه excessive work of breathing. يعني المريض عنده علامات مال عجز تنفسي بس ما تبين مباشرة بال ABG تبين سريريا. Okay. شكرا جزيلا وإن شاء الله رب تكونوا استفادتوا من المحاضرة.